بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. اليوم اجتمعت لجنة الزراعية والثروة الحيوانية وأيضا الثروة السمكية. فتم الاجتماع فقط بس التوضيح عمل اللجنة وأن نستدعي الجهات المختصة، هذا ما حصل بالنسبة للجنة الزراعة. أما اللجنة الثانية فهي لجنة، طبعا هذا منفصل الأول اللجنة الزراعية، الآن اللجنة الثانية هي لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة للزراعية بعد، هل ستعيدون التحقيق في مسألة الحيازات الزراعية اللي كانت مناقشة في المجلس الماضي؟ قصدك التقرير؟ التقرير. اي احنا راح نطلب سحب التقرير وتحويله للجنة المختصة اللي هي اللجنة الزراعية. احنا راح نطالب بسحب التقرير لان هي اللجنة المختصة، وكان في الجلسة الماضية كان التقرير تقدم الطلب على تشكيل اللجنة، فتم التصويت على الطلب، بعدين تم التصويت على طلب اللجنة، وكان في خلاف. يعني انا وضحت وجهة نظر، قلت له لابد أول شيء نخلص من تشكيل اللجنة وبعدين نصوت على التقرير ونحيله إلى اللجنة المختصة مثل باقي اللجان. أي موضوع تختص فيه لجنة قاعد يتم إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة. إحنا راح نطلب سحب التقرير وتوجيهه إلى اللجنة المختصة اللي هي لجنة الزراعة والثروة الحيوانية وأيضا السمكية. وبالتالي سوف تعيدون فتح التحقيق مرة أخرى واستدعاء الأطراف هذا يبقى قرار اللجنة. يبقى قرار يعني خاص في اللجنة، يعني خلنا نشوف الإخوان، نتعاون مع الإخوان ونشوف يعني ايش راح نوصل له بالنسبة لفتح التقرير. بالنسبة للجنة الثانية اللي هي لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا مقرر فيها. تم مناقشة اليوم عدة مواضيع خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، كان بحضور الأخت نورية الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أيضا الدكتورة شفيقة عبد الرسول العوضي مديرة عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أيضا الدكتورة نادية أبول نائبة مدير العام للخدمات الطبية، أيضا الدكتور ماجد الصالح نائب مدير عام الخدمات التعليمية، أيضا السيد عبد الله أحمد الحجي مستشار الوزيرة، ومحمد أول الشطي مستشار أيضا الوزيرة. وتم مناقشة عدة مواضيع لخصت اللجنة هذه المواضيع، أن أطلبوا أن راح يتقدمون هناك تعديلات ستقدم هيئة المعاقين إلى مجلس الأمة على بعض القوانين اللي تمت. ايضا طلبنا بفتح فروع كامله للهيئه في محافظه الحمدي وايضا الجهره. ايضا ضروره، يعني طلبنا منهم، يعني مرات لجينا المعاقين او قمنا بزياره المعاقين، يعني يوجد مرات الزحمه عندهم، فطلبنا عندهم يا اخوان تخفيف على المعاقين، يعني الزحمة فتح الأبواب المغلقة. فجزاهم الله خير الوزيرة وأيضا الخوات الاصطاف اللي معها، يعني جدا كان في تعاون ما بين اللجنة وما بين الأخت الوزيرة وأيضا مديرة الهيئة وأيضا مديرة الهيئة. قلنا احنا الإسراع بعملية تطويرية وافتتاح صالات جديدة، يعني على اساس تسهيل على المراجعين. قلنا لهم يا اخوان اليوم انتم فعلا قاعد تشتغلون واحنا معاكم وقاعد نشوف، بس اليوم الناس فيها تذمر من اللي قاعد يصير، بس انه كان فيه تاخير. وضحوا ان احنا قاعد، يعني الان كانت الملفات يدويه تحولت الى الكترونيه، يعني الخوات ايضا قاعد يشتغلون. احنا قلنا لهم ماكو مشكله، بس اهم شيء ان التخفيف على ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه جاي هو يعني يطلب المساعده، يطلب مساعدة، ومن واجبهم الخوات الموجودات أنهم يتم مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. تفهموا عدة المواضيع اللي
ناقشناها وناقشوها الاخوان في اللجنه وتوعدوا يعني عادوا اللجنه انه باذن الله انه يكون كل هالملاحظات انها تؤخذ بعين الاعتبار. لا والله لا لا لا, لا ما تم المناقشة في الموضوع، مع أني أنا أحد مقدمي المقترح أن برفع السن من 16 إلى 18، بعدين هذا رأي يعني بالنسبة يرجع بالأخير للمجلس، هو صاحب القرار.